طيب بصوا، الحل بتاع ان انا اقسم اللاين بتاع النوزز ممكن يبقى كونفيوزنج شويه، فخلوه على جنب. يعني هو له كونديشن معين بس ممكن يلخبطكم. خلونا نقول الحل التاني بتاع الرسمه اللي انا قلت لكم عليها دي، اللي هو بتاع المسطره اللي مرسومه دي. تكون الفكره ايه؟ انا عايزه اقسم المسافه الفيرتيكال دي، المسافه الفيرتيكال اللي موجوده لي هنا دي كده، عايزه اقسمها على 10 قوايم، ماشي؟ بس المسافه دي هي 157 سم ولا 159، انا ما اعرفش ايه، مش عارفه اقسمها على 10 عشان التقسيمات حاجات صغيره قوي بالسكيل اللي انا شغاله بيه. قال لك اعمل التالي، هات المسطره بتاعتك، شايف المسطره اللي قدامك دي؟ خلاص، حط المسطره دي بوضع مايل، يعني بمعنى ان انا عايزاك ترسم لي هنا لاين كده، عايزاك ترسم هنا لاين مايل بس يكون سهل التقسيم على 10. يعني ايه؟ يعني امسك المسطره دي حطها كده مثلا، ادي اهو، حط المسطره دي مثلا كده بالوضع ده، تمام كده، مش لازم تبقى محطوطه من اولها لاخرها يعني. يعني خلي هنا كده مثلا الزيرو بتاعك هنا، والمسطره ممكن تبقى اطول من كده، يعني المسطره تبقى خلصانه هنا بعد كده، فاهمين ازاي؟ بس الفكره ايه؟ الفكره ان انا هحط المسطره دي باي ميل، مش مهم خالص فرق الميل، ان انا هحطها بحيث ان المسافه دي كده سهل ان هي تتقسم على 10. يعني مثلا حطها بحيث ان المسافه دي 15 سم، على 15 سم دول انت تعرف تقيس هنا سنتي ونص سنتي ونص سنتي ونص وهكذا، مش كده؟ تعرف تعمل الشغلانه دي في 15 سم، 10 سم تعرف تقسمهم على 10، 20 سم تعرف تقسمهم على 10 او على عدد السلالم. طب افرض ان انت كنت عايز تحط في الفيرتيكال ديستانس دي عايز تحط 11 سلمه، تمام؟ طب يبقى انا اعمل بقى المسطره بتاعتي دي مايله بحيث ان المسافه دي تبقى كام؟ خلي المسافه دي يا سيدي يا اما 11 سلمه تعرف تقسمهم سنتي 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 تبقى 11، يا اما 22 سلمه، يا اما نص الحاجه اللي بين الاثنين، يعني 11 و 5 ونص تبقى 16 سنتي ونص، وتعرف برضه تقسمهم على 11. يعني حط اي مسافه هنا از لي ديفيزبل باي 11، مفهوم يا اخوانا؟ يعني بمعنى انا بمسك المسطره بتاعتي واحطها بوضع ان انا ارسم لاين هنا، اللاين ده الطول بتاعه سهل اقسمه على عدد القوايم المطلوبه. طب افرض ان انت مش عامل 11 سلمه، افرض ان انت عامل سي انا ممكن ابقى عامله 13، ما احنا القلبه لا تزيد عن 14، فانا لسه كده وزن المطلوب، عايز اعمل 13 سلمه، يبقى المسافه دي المفروض تكون كام؟ والله خدها 13، 13 سهل ان انت تقسمها على 13، يعني 13 ديفيجن يعني او بارت، وتعرف بعد كده تشتغل بيهم. خليها بدل ال 13 تبقى 13 و6 ونص تبقى 19 سنتي ونص، وقسمها سنتي ونص سنتي ونص سنتي ونص، برضه هتعرف تقسم 19 سنتي ونص على ال 13 مسافه دول، فاهم ازاي؟ يعني خد مسافه على المايل سهل تقسمها على عدد القوايم اللي انت عايز توصلها. طب انا كده استفدت ايه؟ يعني انا لما قسمت هنا كده بالسنتي بالسنتي رسمت، ارسم اللاين ما تخليش المسطره موجوده، لا ارسم اللاين وشيل المسطره دي، تمام؟ انا رسمت اللاين ورحت شايله، شيل بقى كل الكلام اللي مش لازمه هنا ده، تمام؟ رسمت اللاين اللي على المايل ده خلاص كده، وشلت المسطره اللي انا استخدمتها في القصه دي، ورسمت هنا اللاين بتاعي ده بحيث ان المسافه دي سهل تتقسم على ال 13 سنتي، سوري عدد الرايزرز بتاعتك، تمام؟ اذا كانوا 13 رايزر، اذا كانوا 12 11 ايا كان. اعمل ايه بقى بعد كده؟ اللي انت عملته ده هو ده اللي هيجيب لك الرايزرز. يعني بعد كده لما تيجي من عند كل بوينت من هنا كده وتمشي هوريزونتالي كده، تمام، ادي كده الرايزر الاخيره بتاعت الطرفيه من هنا كده، سوري من هنا كده، دي الرايزر اللي قبلها بتاعت السلمه اللي قبل الطرفيه او الرايزر اللي قبل الطرفيه. انت هتكون طبعا مقسم بقى هنا كده، حاطط كل التقسيمات بتاعتك على، يعني كل التقسيمات بقى بتاعت ال 10 سلالم ولا ال 11 سلم ولا ايا كان، على اللاين ده. يعني انت حطيت المسطره، رسمت اللاين، حطيت التقسيمات بتاعتك عليه بتاعت السنتي ولا السنتي ونص ولا ايا كان، فانت مقسمه كله بقى على عدد القوايم بتاعتك، اذا كانوا 10 اذا كانوا 11 ايا كان، تروح عامل من كل تقسيمه من دول هوريزونتال لاين كده. تعمل ايه بالهوريزونتال لاين ده؟ هو ده ارتفاع الرايزر بتاعتك، بس انا مش عارفه اقيسها فيرتيكالي عشان هي القياس الفيرتيكال بتاعها او هي كفيرتيكال ديستانس فيها كسور، مش هعرف اجيبها تو سكيل مظبوط، تمام؟ او حتى لو هتعرف تجيبها تو سكيل مظبوط برضه هيبقى فيها نسبه ايرور عشان هي رقم كده كسر صغير. فالاسهل ان انا احط مسافه سهل ان انا اعمل لها عمليه التقسيم دي، تمام؟ مسافه بتساوي يعني المسافه اللي على الميل دي بالمسطره اقدر اقسمها بسهوله
على عدد الاقسام اللي انا عايزاها، فهمنا كده؟ وروح رسمه هوريزونتال لاينز. لما ترسم هوريزونتال لاينز فعليا هي دي الرايزرز بتاعتك، يعني هترسم ادي هوريزونتال لاين، ادي هوريزونتال لاين ثاني، ادي هوريزونتال لاين ثالث، وهكذا كده مثلا من هنا. مفهوم ازاي؟ طبعا كلهم هيكونوا قد بعض طبعا. كده انت عملت التقسيمه بتاعتك هوريزونتالي وفيرتيكالي. هتيجي تعمل ايه بعد كده؟ الخطوه الجايه بمنتهى البساطه هتبقى ان انت بترسم الاوت لاين المتدرج ده بتاع السلم بتاعك. بتيجي كده تعيد بقى على اللاينز دي، تقول ده انا عندي هنا كنت بادئ من هنا، ادي اول رايزر، ادي اول جوينج، اول تاني رايزر، تاني جوينج كده هنا، هنا كده تمام، ثالث رايزر، ثالث جوينج، وهكذا. انت عندك بقى الشبكه بتاعتك اللي انت تقدر ترسم بيها السلم. طبعا انت عندك بقى بقيه الخطوط الهوريزونتال هنا، بس انا مش عايزه اضيع وقت فاسمع. فهمنا ازاي يا اخوانا؟ دي طريقه هندسيه بسيطه قوي عشان تقسم مسافه انت مش قادر تقسمها في الاتجاه بتاعها، بس بالنظريات الهندسيه المعروفه بتاعت التناظر دي، انت لما ترسم خط مايل بطول تعرف تقسمه بسهوله، وترسم هوريزونتال لاينز هتبقى قسمت الفيرتيكال ديستانس دي للرايزه الصغيره المطلوبه بالعدد المطلوب. مفهومه دي يا اخوانا؟ اتعشم يعني ان شاء الله. نمسح كل دول. الكلام ده هو الخطوه اللي بتتم بعد كده، ان انا ببتدي اقسم الفيرتيكال ديستانس دي، التقسيم بفكره المسطره المايله او الخط المايل اللي سهل ان انا اقسم بيه. تمام. سوري يا جماعه كنت بظبط حاجه بس. الخطوه اللي بعد كده زي ما قلنا ان انت تبتدي ترسم التدريجه بتاعت السلم بتاعك اهو. ان انا ابتديت ارسم هنا كده، ادي التدريجه بتاعت السلم بتاعي او التسنينه بتاعتي اهي، لحد ما وصلت لللاندنج. واخد بالك طبعا ان فينا سلمه كدابه، مفيش فرق هايت او رايزر موجوده عند اللاين ده. واخد بالك ان عشان في ادد لاندنج القوايم اللي بتبتدي في القلبه الثانيه اهي، بتبدا هنا من اللاين بتاع السلمه الكدابه. يعني ادي خط السلمه الكدابه اللي هو ما فيش عنده اختلاف في الرايزرز، في اختلاف في الفينش بس، على امتداد نفس اللاين ده بيبدا الرايزرز بتاعه القلبه او الفلايت الثانيه. تمام. فاهو السلم الثاني بدا كده. خلي بالك السلم بتاعك انت عامل كل الرايزرز ماشيه مع بعضها، وبالتالي اللاين ده بتاع رايزر، ولا عامله زي ما احنا عاملين هنا كده ان دي فولس ستيب؟ يفضل يكون في فولس ستيب. ما قدرتش تعملها عشان اصل عرض السلم بتاعي صغير ومحتاج او مضطر احط هنا كده سلمه، مضطر برضو في الاخر تحط هنا سلمه، فكده تحوله ل 11 سلمه، وتبقى النايمه بتاعتك متاكله او متاخده من عرض اللاندنج. حل وارد، قلنا مش ممنوع ولا حرام يعني، بس ما هوش المفضل. تمام يا جماعه. ففي الحاله بتاعتنا احنا عندنا الفولس ستيب او السلمه الكدابه دي، فالرايزرز بتاعت القلبه الجديده بادئه من اللاين بتاعها هنا اللي هو مع الفانوس كده، فابتديت الرايزرز بتاعتك هنا من البوينت دي اللي انت اسقطتها برضو من البلان، ابتديت تعمل التسنينه الثانيه دي بتاعت السلم. تمام يا اخوانا؟ لحد كده في مشكله؟ وصلت هنا للفيرست فلور ليفل او للدور اللي فوق اللي انا عايزه اوصله. ماشي كده؟ لحد كده في مشكله؟ طيب احنا هنكمل حاجات كلام على الرسم ده. اللي حاصل ان احنا يعني هنرجع تاني الرسم في السلم بيمشي ان بارل في البلان والسكشن. انت ابتديت بالبلان وابتديت تسقط منه السكشن. تمام. الباقي الرسم بتاعك بتبقى برضو بتمشي بالتوازي ما بين الاثنين، مش بتخلص مسقط تماما وبعدين تبتدي المسقط الثاني، لا الاثنين بيساعدوا بعض كده. اوكي يا اخوانا. طيب اللي بيتعمل بعد كده التالي، انت بتبقى الخطوط بتاعتك دي، كل الخطوط بتاعتك دي المفروض ان هي الاوت لاين بتاع السلم بتاعك. تمام. طب الاوت لاين بتاع السلم بتاعك هل هو نفسه يعني نقدر نقول عليه الار سي سلاب بتاعت السلم، ولا الفينشنج بتاع السلم؟ ده باين من الرسم ده. يعني ايه؟ يعني انا لما قلت ان انا وصلت هنا لمستوى القلبه النص دور، وان هنا كده عندي دي التسنينه بتاعت السلم او التدريجه بتاعت السلم، كل ده الفينش بتاعك. احنا بنتكلم على ان السلم ده بينقلني من فينش لفينش، فالحقيقه دي مش خرسانات، ده كل ده بتكلم في الفينش. تمام. طب امال هرسم الخرسانات بتاعتي ازاي؟ وانا ليه مهتمه برسم الخرسانات؟ هي مش عشان هي قيمه في حد ذاتها يعني، لا، علشان اعرف ارسم بقيه بطنيه السلم. انا مش هرسم السلم سنجل لاينز كده زي السكتش اللي في الجنب وامشي، لا. هو اللي انا عملته دلوقتي ان انا عملت اللي احنا وصلنا له بالظبط، كان ان احنا عملنا كده. يعني اخر خطوه احنا وصلنا لها كان ان احنا عملنا التالي، ان احنا عملنا
كده مثلا، تمام مش كده؟ بعدين التسنينة بتاعت السلم بتاعتنا دي كانت ماشية لنا كده، صح؟ مش ده اللي احنا رسمناه كده مثلا، رايزرز اهي والجوينتس كانت كده، وكملنا على نفس المنوال، مش كده؟ مش ده اللي احنا وصلنا له يا اخوانا؟ طيب نخلي بالنا بقى من حاجة، ايه هي؟ ان انا في عندي حاجة اسمها خط مستمر في رسم السلم وخط داش. شايفين الخطوط المرسومة في البلان دي؟ شايفين ان في داش لاينز موجودة لي اهي، وفي ستريت لاينز موجودة. ايه بقى الفرق بين الخطوط دي، او ايه هي الخطوط دي؟ الحقيقة في خطوط منها بتكون معبرة عن الخرسانات، وخطوط بتكون معبرة عن الفينشنج بتاع السلم، تمام؟ دي قصة كده او تفصيلة، يعني انا افضل حاجة ان انتوا تشوفوها في البيلدينج كونستراكشن، يعني هتشرح لكم بتاخد وقتها اكتر في البيلدينج كونستراكشن عشان ما نطولش في الكلام اللي احنا بنقوله ده، تمام؟ بس نبقى فاهمين ان انا بيبقى عندي حاجة اسمها النوز بعد اللاين ده. يعني ايه؟ يعني اللي احنا عملناه ده دلوقتي، اللاينز اللي احنا رسمناها دي احنا كنا جايبينها من البلان، مش كده؟ خلي بالك ان كل الخطوط اللي احنا جبناها من البلان دي هي دي الخطوط اللي انا هرسمها داشت معايا. انا كنت جايبه خطوط دي من البلان، تمام؟ الخطوط دي هتترسم داشت لاينز في البلان. يعني شايف الخط اللي احنا رسمنا بيه التدريجه دي، اللي هو اللي احنا رسمنا بيه التدريجه بتاعتنا دي، الخطوط دي كلها هرجع ارسمها فوق في البلان داشت لاينز كده. ليه؟ الخطوط دي بتنديكيت الخط الداخلي بتاع الرايزر بتاعتي، مش بتاخد في حسابها ان فيها عندي حاجه اسمها النوز بتاعتي، ولا بتاخد في حسابها او اعتبارها ان في حاجه اسمها الفينش وحاجه اسمها الخرسانه. قصه الفينش والخرسانه افهموها احسن من البيلد كونستراكشن، يعني بلاش نتكلم فيها هنا كتير يعني، تمام؟ لما تفهموها تعرفوا تطبقوها. بس يعني هو حتى في السلالم اللي مش خرسانه اساسا بيبقى عنده في الغالب في نوز موجوده هنا كده، يعني عندنا هنا كده في نوز موجوده. كنا قلنا ان احنا مش بنبالغ قوي في الدايمنشنز بتاعتها، تمام؟ حاجه زي كده مثلا، مش كده؟ فالنوز دي ضيفها بقى للاوت لاين اللي انت عملته ده، تمام؟ انما اللاينز اللي انت كنت راسمها دي، كل اللاينز دي رجعها للبلان تاني هتترسم داش لاينز. ليه تترسم داش لاينز؟ على اعتبار ان انا لما ببص على السلم بتاعي ده من فوق كده، انا مش ببقى شايفه الرايزر، انا ببقى شايفه مين؟ النوز بتاعت السلمه، تمام كده؟ تعالى بعد الداش لاين اللي انت عملته ده، وارسم كونتينيوس لاين تاني قدام هنا، قدام يعني ايه قدام؟ يعني في القلبه دي هيبقى ناحيه الشمال، اللي انت طالع في الجهه دي، انت كشخص كده، انت اهو ده اللي اوت بتاعك او البلان بتاعك، ادي راسك اهي كده، تمام؟ وادي رجليك اهي، وانت ان شاء الله مادد رجل كده عشان هتطلع السلم ان شاء الله، يعني طبعا مش رجل يعني قدم يعني، تمام؟ وتانيها بقى كده ورا وبتاع، تمام؟ فانت طالع في الاتجاه ده، ففي الاتجاه ده خط النوز، وانت طالع كده تبقى شايف انه خط الاول، تبقى شايف الخط الكونتينيوس، بعد كده الخط مين؟ الداشد، مش كده؟ مش هو ده بيبقى الموقف؟ وهكذا في كل السلالم. انت عندك داشد هنا، وخد قبل منه 3 سم تقريبا او 3 4 سم الخط بتاع النوز. طبعا احنا قلنا النوز دي ما تزيدش هنا عن 3 سم. هو الحقيقه في لما هتعرف برضه من بيلدينج كونستراكشن ان فرق الخطين بيكون 5 سم، لان اللاين الاولاني مش بيانديكيت الرايزر قد ما بيانديكيت الخرسانه اللي ورا. سيبكم من الكلام ده، خليكم بس معايا في طريقه الرسم. يعني لو فهمنا طريقه الرسم نبدا نبقى في نيجوشيشن كده، يبقى في تعديل للمسافه بين الخطين الكونتينيوس والديشت. خدها دلوقتي ما هي حوالي 3 4 سم، ماشي كده؟ فانا بعد ما برسم التسنينه بتاعت السلم، كل التسنينه دي اللي انا حطيت عليها الرايزرز دي هتبقى في البلان، هي الداش لاينز بتوعي دي اللي هم بتوع الخرسانات او بتوع الرايزرز، تمام؟ وقبل منهم هيبقى في خط تاني كونتينيوس بتاع النوز بتاعت السلمه، اللي هي البوينتس اللي هي اللي انا عملتها رسمتها بالاحمر، البوينت دي والبوينت دي والبوينت دي، تمام؟ طيب ولما الف كده وابتدي اكمل طلوع في السلم، لما انت تلف كده وهتبقى واقف هنا كده، قدرت اول ما طلعت وادي الراس كده وادي الرجل وادي الرجل، وهتطلع بقى السلم هنا. مين الخط اللي سابق مين؟ هتلاقي ان الكونتينيوس هو اللي سابق الداش، يعني النوز هنا، يعني البروفايل بتاع السلم هنا ان هو عامل كده. هو السلم ده مش مقطوع فيه وانت بتشوفه اليفيجن وكل حاجه، بس هو البروفايل بتاع السلم يبقى حاجه عامله لنا كده. مش كده؟ وبالتالي انت بتشوف هنا الكونتينيوس بتاع النوز، وبعد منه الداش بتاع القايمه او بتاع الخرسانه. فخلي بالك ان بيبقى في حاجه عكس بعضها، يعني ايه؟ الداش لاينز دي هي اللي بتبقى مكمله في يعني على امتداد بعض في القلبتين، تمام كده يا اخوانا؟
لما الكونتينيوس لاين ده بيكون يا اما سابق، يعني هو دايما سابق، سابق في اتجاه الصعود. الكونتينيوس لاين دايما سابق الداش لاين في اتجاه الصعود، وانت طالع هنا بتشوف الكونتينيوس قبل الداش، لما بتلف برضو بتشوف الكونتينيوس قبل الداش. بس لما تيجي تقارن القلبتين هتلاقي الداش ده هنا على امتداد بعضه، ومره الكونتينيوس موجود على الشمال، في القلبه الثانيه الكونتينيوس موجود على اليمين، اللاين الكونتينيوس بتاع النوز يعني موجود على اليمين هنا وموجود على الشمال في القلبه الاولانيه. ليه؟ علشان دايما الكونتينيوس لاين بتاع النوز بيكون سابق الداش لاين بتاع الرايزر او بتاع الخرسانه. مفهوم يا اخوانا؟ فيها مشكله دي؟ طيب احنا كده تقريبا يعني ايه قربنا نخلص رسم السلم، بس نفهم حكايه الداش لاينز اللي هنحطها في البلان والكونتينيوس لاين. تمام، انا هعمل كليرنج للحاجات اللي انا اضفتها دي عشان في حاجه ثانيه، عشان في حاجه ثانيه عايزين نقولها برضو. بصوا بقى، احنا كنا وقفنا في الرسم اللي فات على ان احنا ده الاوتلاين بتاع السلم، واتفقنا ان ده الاوتلاين بتاع الفينشنج بتاع السلم. طيب اكمل رسم السلم بتاعي ازاي؟ كالتالي، مش احنا عندنا عارفين ان البلاطه بتاعتنا بلاطه الدور بتبقى حوالي 25 سنتي. يعني ايه 25 سنتي؟ يعني 10 سنتي فينش و15 سنتي خرسانه، مش كده؟ مش هي البلاطه بتاعتنا بتكون حاجه زي كده؟ هنعمل القصه دي هنا. يعني ايه؟ يعني هاجي من هنا كده في البسطه بتاعتي، هروح نازله هنا كده مسافه 25 سنتي. ايه ال 25 سنتي دول؟ ده دول 15 سنتي بتوع البلاطه الخرسانه بتاعت البسطه اللاندنج. يعني المفروض ان انا كده هنا وصلت لللاندنج، دي اللاندنج بتاعتي. تمام، انا عايزه ابتدي بقى اكمل السلم اشوف السوفت بتاعته او البطنيه بتاعته من تحت فين، فهنزل كده 25 سنتي. تمام يا اخوانا، وبعدين السلم بقى هعمل فيه ايه؟ احنا عندنا هنا كده النوز بتاعت السلم. اللي انت هتعمله في السلم كالتالي، ان انت هتيجي هنا كده تروح واخد خط يوصل لك اللاينز دي، الكورنرز بتاعت السلم الداخليه دي ببعضها. هاخد خط عامل كده. تمام يا اخوانا، طب وبعدين اعمل ايه بالخط ده بعد كده؟ هو الحقيقه المفروض ان احنا كنا نبقى محددين، طب هو الفينش بتاعي مثلا هنا الدبس بتاعه حوالي 6 سنتي، والفينش هنا حوالي مش عارفه 4 سنتي، فاروح عامله بقى اوت لاين تاني كده هنا للخرسانه، وبعد ما اعمل اوت لاين بتاع الخرسانه اروح موصله لاين وابتدي اشوف الويست بتاعها او سمك البلاطه الخرسانه بتاعتها. احنا هنتجنب الخطوات الكتيره دي دلوقتي على قد الكورس بتاعنا، وهقول لك بس تعالى هنا من الكورنر الداخلي ده للسلم خط الميل اللي انت عملته ده، خد مسافه بربنديكولار عليه هنا كده. تمام، مسافه بربنديكولار عليه هنا كده، المسافه دي خدها لي رفلي سبيكنج كده، رفلي يعني مش محسوبه بدقه شديده، خدها لي حوالي 20 سنتي. تمام يا اخوانا، يبقى انا هكرر اللاين الميل ده هعمل له اوفست او هعمل له موازي على بعد 20 سنتي منه كده. تمام، ده مين؟ مين اللاين اللي انا برسمه ده؟ ده البطنيه بتاعت السلم، ده خط السفلي بتاع السلم اللي هو الخط ده اللي هو نفسه ده. تمام كده؟ طب وايه كمان؟ ما انا كنت واخده كمان تحت البسطه بتاعتي حاجه كده على مسافه 25 سنتي، حتى يجي يقول لي الله طب انت ليه خدتي دي 25 ودي خدتيها 20؟ عشان هو الحقيقه الفينش بتاع البسطه بيبقى حوالي 10، الفينش بتاع السلم بيكون رقم اقل من كده، بيكون اراوند 5 6 سنتي. تمام؟ فانا مش هدخل بقى في تفاصيل طب هو اقلب قد ايه واعمل ايه، لان نفس البلاطه يعني ال 20 سم اللي انا رسمتها دي معناها ان فيها بلاطه سلم كده خرسانه برده حوالي 15 سم، ومعتمده على طريقه تحويل السلم وقصه كبيره مش موضوعنا دلوقتي، وفي حوالي 5 سم فينش للسلم. تمام يا اخوانا، فهي بتبقى الراوند الرقم ده. فانت رسمت لاين للبطنيه بتاعت السلم اهي، اللاين ده رسمته ازاي؟ اللي هو بارل لللاين الاولاني اللي جاي لك من الكورنرز بتاعت الستبس. تمام، ادي اللاين الاولاني بارل ليه، تحت في لاين تاني اهو، هو ده السوفت بتاعت السلم بتاعتك. نفس الكلام عملته في اللاندنج، عملت لاين موازي للخط اللي فوق بتاعها ده على مسافه 25 سنتي كده. تمام اهو، وادي الخط بتاع بطنيه السلم اهو على مسافه ال 20 سنتي، يتقابلوا مكان ما يتقابلوا يبقى ده البطنيه بتاعتك اهي. ارسمها لك تقيله، ارسمها بالازرق كده اهي، هي دي البطنيه بتاعت السلم بتاعك، حاجه زي كده. تمام يا اخوانا، فيها مشكله؟ طيب دي استكمال رسم السلم. طبعا كده خلصت السلم، لا الحقيقه لسه شويه، لسه ايه؟ ما رسمناش الدرابزين، مش كده؟ طيب الدرابزين ده فيه قصه كبيره هو كمان، هنحاول برضو نختصرها بقدر الامكان.
الترابزين بعمله ازاي؟ باجي اوصل اللاين بتاع النوزل بتاعتنا، تمام؟ تاني هاجي اوصل اللاين بتاع النوزل، ارسمه بلون مختلف. وصلت اللاين بتاع النوزز، وبعدين تعالى قيس فوق لاين النوزز هنا كده 90 سنتي، اي بوينت فيه، مثلا عايز من عند النوز دي قيس لفوق هنا كده 90 سنتي بتاعت الدرابزين، تمام يا اخوانا؟ اهو قست هنا كده ارتفاع الدرابزين بتاعي لا يقل عن 90، عايز تخليها متر كمان مزيد من الحمايه مفيش مشكله، تمام؟ وبعدين هعمل ايه بعد كده؟ هتبتدي تقول انا خلاص عندي لاين تاني هنا كده، هو ده بتاع الدرابزين، سوري هو ده اهو كده لاين كده مايل كده. كل طبعا انتوا فاهمين طبعا ان اللاين ده، ان اللاين ده كده بارل للنوزز لاين، بارل للسوفت بتاع السلم. خليكم فاكرين يا اخوانا في الدرابزين انا بطلع فيرتيكالي كده 90، في رسم البطنيه بتاعت السلم انا بعمل دي بيربنديكولار على الميل بتاع السلم، يعني اللاين اللي انا رسمته هنا كده ما بين الكورنرز بتاعت الستير من جوه الكورنرز الداخليه دي بتاعت الرايزر مع الجوينج وهكذا، عملت له موازي على مسافه 20 سم، تمام كده؟ هي ده الحته دي كده بنسميها الويست او بنسميها سمك البلاطه، الخرسانه بتاعت السلم. بس طبعا في حالتنا هنا لا، دي مش سمك البلاطه بس، ده سمك البلاطه والفينش كمان يعني. فسيبكم هي ايه، المهم ان هي بتتاخد بيربنديكولار، يعني ما تجيش في دي وتروح نازل لي كده 20 سنتي، لا هيطلع الويست ده الثيكنس بتاعه اصغر، مش منطقي. اوكي يا جماعه، فدي طريقه رسم السلم. طب والدرابزين بقى، يا ترى هو مباني ولا يا ترى حيطه وفوق منها حاجه ثانيه في الفرجي، ولا هو كله في الفرجي ولا ايه؟ الحقيقه في اكتر من طريقه بنرسم بيها الدرابزين، سواء في البلان او في السكشن والليفيجن وكده، اكوردنج انت مختار الدرابزين بتاعك ايه. احنا شفنا شويه اشكال في الجزء الاولاني من الليكتشر، هنتعلم كام شكل منهم، يعني الثلاثه المين يعني اللي هم ايه، ان انت الدرابزين بتاعك قد يكون الدرابزين بتاعي عباره عن حاجه عامله كده مباني، يعني ادي السلم بتاعي ورحت عامله له سور مباني، تمام؟ سور مباني عامل كده زي الصورة احنا شفناها المرة اللي فاتت، تمام؟ طب ولما يكون مباني كده اشوفه ازاي في البلان؟ اشوف ازاي المباني دي في البلان؟ هي ان انت هتشوف سمك المباني ده. طبعا انا كل ده بتكلم على السلم على اساس ان حوالين منه حوائط خارجية، يعني مش حوائط خارجية، يعني كل دي حيطان حوالين السلم. طب لو مفيش هنا حوالين السلم حيطان، لا هتضطر ان انت برضه تبني له درابزين حيطة، يبقى فوق البلاطة الخرسانة بتاعته في حيطة كده بتتبني وبتبقى مايلة معامل السلم هنا، وهنا تمشي لك هوريزونتال هوريزونتال هوريزونتال، وبعد كده تمشي تاني معامل السلم او تميل معامل السلم، تمام؟ فلو انت عامل الدرابزين بتاعك عباره عن مباني، هيبقى اللي بيحصل ثواني معلش شيل بس الخطوط دي، هيبقى شكل الدرابزين بتاعك في البلان ان هو مجموعه لاينز كده اهو. الدرابزين بتاعنا هيبقى ادي الخط بتاعه اهو كده 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 اللي هو خط الفانوس، بس انت مش حاسب الدرابزين ضمن عرض السلم، يبقى اذا الحيطان بتاعتك دي هتكون في الحاله دي عباره عن حاجه عامله كده. مفهوم يا اخوانا؟ كده مثلا معايا ده الثيكنس ده قد ايه؟ قد عرض الحيطه بتاعت الدرابزين، فخلي طبعا ما تاخدهاش 25 سم والا هتاخد كتير من عرض المساحه اللي متاحه للسلم، فغالبا باخدها 12 سم. يعني في حاله زي دي يبقى انا بعمل الدرابزين بتاعي حيطه كده سمكها 12 سم، وساعات بتعمل حيطان خرسانه تبقى كانها كاميرا مقلوبه في السلم، يبقى السمك بتاعها 10 سم حاجه زي كده، فده حل، تمام؟ طيب في حل تاني، ان الدرابزين يكون زي اللي عندكم في مبنى عماره، زي السلم اللي بيطلعنا للصاله بتاعتنا فوق، اللي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن التالي، ان انت الدرابزين بتاعك ده في جزء مباني، وبعدين وفي جزء تاني عبارة عن حتة قوايم معدن كده، جزء كده قوايم معدن مش كده، تمام؟ ده قايم معدني كده، وبعدين فوق منه في حاجة اسمها الكوبيستا اللي احنا بنمسكها بايدينا، الكوبيستا الخشب، طبعا ممكن تكون ماتيريالز تانية مش دي قضيتنا دلوقتي، بس يعني فوق منه في هنا حاجة كده اللي عندنا في المبنى بتاعنا شكل البروفايل بتاعها مستطيل خشب كده محترم، تمام؟ انما هي ممكن تكون حاجه مدوره،
كنا المينيمم فيها ان هي تكون 5 سم، ممكن تبقى 7 سم ونص ايا كان. فانت هنا بالوضع ده انت عندك عرض الكوبيستا ده حوالي 5 سم الراوند 5 تمام، والمباني بتاعتك دي حوالي 12 تمام كده، حوالي 12. فيبان لك ايه بقى في البلان بتاعك؟ يبان لك الاول لما تبص كده من فوق، لو انت عامل الدرابزين ده اللي هو مباني وفوق منه الكوبيستا متشال على قوايم معدن او ايا كان، قوايم خشب ايا كان، يعني هيبان لي كده كام خط؟ هيبان لي عرض المباني 12 سم، ادي خطين، والكوبيستا بتاعتي خطين كمان، يبقى 4 خطوط. فاللي انا شفته قبل كده عرض مباني، لا انا هاجي اشوف هنا كده، ادي كده سوري لاين احسن، هرسم بعد كده يعني دي كده المباني بتاعتي، هرسم يعني طبعا شايفاها اليفيجن، يعني كل الكلام ده انا بشوفه اليفيجن مش بشوفه خفيفه. بعد كده هيبقى عندي هنا كده دي الكوبيستا اللي هي بقى اذا كانت خشب ولا ستيل ولا ايا كان، اللي هي الثيكنس بتاعها 5 سم. فكده انا بشوف الدرابزين بتاعي كام لاين يا اخوانا، بشوفه عباره عن 4 خطوط، خطين للمباني وخطين للكوبيستا، كلهم كونتينيوس مع بعض، يعني الكوبيستا مكمله مع بعضها كده مفيش اي انفصال فيها تمام، تكمل لي كده كلها مع بعض معايا يا اخوانا. ده لو كنت عامله الدرابزين بتاعي كده. طب في حل تاني؟ اه في حل تاني، انت ما تعملش جزء المباني اساسا، امال تعمل ايه؟ تعمل السلم بتاعك، يعني السلم بتاعي يبقى موجود، وبعدين انا بيبقى فوق السلم نفسه فوق النوايم بتاعته بيبقى فيه قوايم معدن كده، ادي قايم معدني اهو تمام كده، والقايم المعدني ده اخر الكوبيستا اللي احنا عارفينها، سواء بقى الكوبيستا مدوره او مستطيله مش هي قضيتنا خالص دلوقتي، افرض ان هي مدوره اوصل نفس النتيجه، يعني مدوره او كده. طب والقايم ده ممكن يبقى فلفلجيه، ممكن يبقى ازاز، ممكن يبقى حاجات كتير قوي. المهم ان انا في حاله زي دي لما هاجي ابص على البلان انا شفت كام خط؟ انا السلم بتاعي بيبقى عرضه كده، لو انا ببص على السلم كده شوف الفيجن كده للسلم مش سيكشن زي اللي احنا عاملين، السلم بتاعي بيبقى كده، دي سلمه مثلا القايم موجود فوقها اهو، والكوبيستا بعد كده طبعا بتشوف بقى الفيجن بعد كده لبقيه السلالم اهي كده كلهم بقى، لما ترسم الفيجن يعني لقلبة السلم كلها من قدام كده تمام، وتشوف بقى الدرابزين بتاعك ده مكمل كده لفوق معايا يا اخوانا. فلما هتبص من فوق هتشوف ايه؟ هتشوف العرض بتاع الكوبيستا ده اللي هو 5 سم بس موجود جوه عرض السلم، مش جاي لك بقى فوق حيطه مباني. وهو الحقيقه في طريقه تانية ممكن الدرابزين يتثبت بيها، ان هو يتثبت من الجنب كده زي السلم اللي قصاد الاسانسير الناحيه الثانيه عند قسم تخطيط، يعني في طريقه ثانيه الدرابزين بتاعنا بيتثبت بالشكل ده، ادي الكوبيستا اهي مستطيله بقى ولا مدوره ولا ايا كان تمام، تتثبت كده جنب السلم هتبان بشكل مختلف. تجاهلوا الطريقه دي عشان ما نتلخبطش، عشان عندنا طرق كتير كده ونتلخبط فيها، خلونا في الطريقه بتاعت ان انا هثبت الدرابزين فوق السلم بالظبط، ان القوايم بتاعت الدرابزين متثبته في نايمه السلم وفوق منها الكوبيستا تمام. في الحاله دي الشكل الجديد الاخير ده هعمله بلون مختلف، يعني الشكل اللي انا بشاور عليه بالاورنج ده هيبقى باين لي ازاي في البلان؟ طبعا اللي في البلان مش هيبقى بقى كل الكلام اللي احنا عملناه ده قبل كده موجود. امال ايه اللي انا هشوفه؟ هشوف التاني. ده الاوت لاين عادي بتاع الفانوس بتاع السلم، وابتدي الدرابزين بتاعي اشوف البلان بتاعه هو السلم نفسه ازاي، اشوفه كده اهو الدرابزين بتاعي اهو، او الكوبيستا يعني هتبقى باينه لي البلان بتاعها كده، وبعدين تلف هنا كده على 45 كده تلفلي كده تمام، الكوبيستا عرضها الراوند 5 سم يبقى ادي الكوبيستا، او 7 سم مثلا يبقى ادي الكوبيستا بتاعتي بتبقى ماشيه لي كده، طبعا خطوط موازيه لبعض يعني لو خط ميل مني انا عشان برسم فيها، ادي كده الدرابزين بتاعي تمام يا اخوانا. طب والخطوط بقى الحتت اللي هي اللي جوه الدرابزين دي اللي بين التو لاينز بتوع الكوبيستا او الدرابزين يبانوا؟ لا المفروض يبقى عندك هنا كده في مفيش حاجه بقى مرسومه في الحتت دي كده، يبقى عندك كده هنا في النص في الحته دي كلها تبقى بيضه، يعني شايفين انا قصدي ايه يا اخوانا؟ بين خطين الكوبيستا ما بشوفش اللاينز بتاعت السلم اللي انت شايفها على الارض دي، مفهوم كل ده طبعا في الاجزاء كلها، ان الكوبيستا او الدرابزين مداري على الحته دي من السلم هنا، انتوا متخيلين ازاي يعني؟ اتمنى
معايا يا اخوانا؟ فهمنا كده؟ طيب فدي فكره الدرابزين. طبعا لو انت هتعمل الدرابزين من النوع ده، ده من اسهل الحاجات اللي هي تتعمل. هيبقى بس مطلوب منك ان انت بتيجي هنا في السكشن بتاعك وتيجي ترسم لنا الكوبيستا. الكوبيستا طب الدبس بتاعها احنا قلنا عرضها 5 او 7 سم، طب والدبس بتاعها ده هيكون قد ايه؟ هنا كده زي ما انت عايزه، يعني دي حاجه تصميميه بحته، فممكن ان هو يبقى اي حاجه، يعني عايزه 10 سم، عايزه 15، عايزه 20 سم، حسب الديزاين بتاعنا. الدايمنشن الثاني ده زي ما انت عايز تعمله، عملته 20 سم مثلا، اوكي بقى قيس كده المره الجايه وانت طالع الصاله بتاعتك، الصاله بتاعت الرسم بتاعتنا يعني، يبقى قيس كده ارتفاع الكوبيستا دي قد ايه. هتروح عامل كده، سوري، تروح عامل كده، ادي الكوبيستا بتاعتك اهي، تمام كده يا اخوانا. وبعد كده الكوبيستا دي متثبته بقوايم هنا كده على النوايم. طب القايم ده قد ايه؟ يعني سي رفلي كده 2 سم في 2 سم، يبقى سنتي ونص، سنتي ونص كمان، اعمله 2 في 2 مثلا، تمام؟ حاول تحط على الاقل لكل سلمه قايم واحد، بس احنا عارفين الحقيقه ان قايم واحد ده ما بيبقاش كفايه، انت لو عملت قايم واحد لكل سلمه المسافه هنا هتبقى كبيره بين القوايم. في ناس بعد ما يعملوا الكلام ده، يعني طبعا الخطين دول متوازيين بتوع الكوبيست يا اخوان، بعد ما يعملوا الكلام ده بيقولوا ده احنا كمان هنعمل ريلز مايله كده عشان نضيق المسافات بين القوايم. يعني عوارض مايله كده من المعدن او من اي حاجه في الدنيا عشان نضيق المسافات بين القوايم، تمام؟ مش دي مشكلتنا خالص دلوقتي، انا يهمني بس تعرف ترسم السلم وتسقط الدرابزين بتاعه. طبعا بتبقى فاهم ان الدرابزين بتاع القلبه دي، يعني انا هرسم مثلا القلبه الاوليه دي الدرابزين بتاعها هنا كده، هحدد النوزنج لاين واحدد ارتفاع 90 سم زي ما قلنا، وهرسم الدرابزين بتاعي كده، وبالتالي هيبقى عندي هنا برضو حته بيضه كده في المكان ده مش هتبان، الحته دي كده مش هتبان من القلبه الثانيه، مش كده؟ لان الدرابزين هيداري عليها. وهكمل طلوع بالدرابزين هنا كده لحد ما اوصل فوق اللاندنج، اروح برضو فوق اللاندنج رسمه هوريزونتال لاين كده خفيف على ارتفاع 90 سم، تمام؟ يعني ارسم هنا كده لاين 90 سم كده عشان اعرف ده هيكمل لحد فين، هيكمل لحد هنا، بعدين اعمل كده واعمل كده، اكمل الدرابزين بتاعي هنا كده يعني، بعدين بيمشي لي هوريزونتال بقى في المسافه بتاعت اللاندنج، وابتدي بعد كده يميل تاني فوق القلبه الجديده، يعني برضو القلبه الجديده وصل النوزنج لاين واعمل موازي 90 درجه على ارتفاع 90 درجه عشان تجيب اخر الدرابزين بتاعك ويتقابل مع الدرابزين اللي طالع من هنا. بعمل المايل مع فلايت 1 والمايل مع فلايت 2 ويتقابلوا هما الاثنين هنا فوق اللاندنج، تمام؟ حتى من غير ما تعمل اللاين الاخير اللي احنا قلنا عليه ده، حتى يعني انا ما عملتش اللاين الاخير ده، تمام؟ طيب فدي فكره الدرابزين والافكار اللي فيه وبنرسمه ازاي وكده. طيب احنا لو عملنا الكلمتين دول الحقيقه بنكون خلصنا رسم السلم. طبعا خلوا بالكم لو في حاجه انا ما قلتهاش يعني مفهومه بالمنطق، يعني ان انت عندك هنا الخط بتاع بطنيه السلم والخط بتاع بطنيه اللاندنج، كل الخطوط دي بتبقى تقيله لان انا قطعت فيها، وبعدين بكمل هنا رسم كده هوريزونتال واشوف بقى انا عندي هنا حيطه كمان مقطوع فيها مثلا كده بتاعت السلم، لو عندي هنا طبعا كل الخطوط دي يا اخوانا بتبقى تقيله، يعني كل حاجه مقطوع فيها انا مش محتاجه اقول طبعا ان هي بتكون تقيله، يعني ده هو مقطوع فيه اللي هو بطنيه السلم، القلبه اللي انا قطعاها، بطنيه البسطه بتاعتي، الجراوند عند الجراوند هنا كده في لاين ماشي لي المنسوب بتاعه، وبعدين في هنا كده فيرتيكال، بعدين هنا كده يمكن يكون الشباك السلم بتاعي فيه شباك، يفضل طبعا ان انا اخد قطع في اي حاجه في الدنيا اكون قاطع في شباك شباك الحاجه دي، فالسلم ممكن احط المتر بتاع جلسه الشباك اهو، اشوف بقى الحيطه بتاعتي ماشيه لي ازاي كده. طب ولو منسوب الارض بره اقل، لو جوه 60 ولا 45 وبره زيرو، بنزل هنا كده لمنسوب الزيرو، لو كانت الحيطه دي الحيطه الخارجيه ما دام فيها شباك هتبقى حيطه خارجيه، ده منسوب الزيرو بره وده منسوب الناس اللي جوه، مش كده؟ ببتدي اقول اه اكمل بقى رسم الحيطه بتاعتي، الشباك بتاعها موجود لي هنا فين، تمام كده مثلا، هاي بتاع مبالغ شويه فيه يعني، اكمل رسم الحيطه بتاعتي اهي اللي مقطوع فيه، وادي الحته بتاعتي اهي مقطوع فيها كده، واشوف بقى هو السلم بتاعي ده بينقل لي ارتفاعين، يعني بينقل لي دورين ولا ده الدور الاخير ولا ايه بالظبط، تمام يا اخوانا؟ يعني رفلي سبيكنج كده اكمل. طبعا القلبه الثانيه بتبقى مرسومه خفيفه، فكل حاجه فيها مرسومه خفيفه، يعني برضو بنفس الطريقه احط خط البطنيه بتاعها هنا موجود لي فين، تمام، وبحط هنا خط البطنيه بتاع اللي بسطه موجود لي فين، واشوف بقى
طبعا لو انت طالع وده الدور الاول بتاعك، الدور الاول بتاعك هيبقى، لو الدور الاول هو الدور الاخير، يعني لو انا طلعت كده من هنا ادي نص دور وده الدور الارضي، وصلت هنا كده للدور الاول تمام، خلاص السلم ده مش هيكمل بعد كده يطلعني الادوار تانية. هيبقى شكل السكشن فوق عامل ازاي؟ هيبقى شكله كالتالي، هيبقى شكل السكشن بتاعي ان انا عندي هنا كده ادي الدور الاول ده ان هو الدور الاخير عامل كده تمام كده مثلا، ادي هنا كده معايا. وبعد كده اتفقنا بما ان ده دور اخير يبقى لازم يكون في درابزين عشان الناس ما تقعش، وبرده وانتوا طالعين للصاله بتاعتكم تبقوا شوفوا الحيطه او درابزين بتاع السلم ناحيه الشمال كده، حتى اللي انتوا بتخرجوا ساعات تزوغوا من الصاله عندنا تخرجوا تقعدوا فيها، ففي حيطه في المكان ده علشان الناس ما تقعش. فلو انت عامل الدرابزين بتاعك قوايم ومعدن مش عارف ايه، قوايم وكوبيستا زي ما كنا بنقول من شويه، او لو هو حتى هرسمه زي بتاع الكليه عندنا اهو، هيبقى شكله كالتالي، هيبقى شكله ان هو حاجه مشيت لنا كده حاجه كده الارض اهي، طبعا الثيكنس ده 25 سنتي، وبعدين هنا الحيطه بتاعتنا اهي كده معايا. فوق الحيطه دي هيبقى موجود ايه؟ هيبقى موجود القايم بقى المعدني بتاعي والكوبيستا بتاعتي، كل الكلام اللي انتوا عارفينه ده. هيبقى في هنا كده قايم معدن منه الكوبيستا، انا طبعا مش عارفه بقى ارسم كل حاجه تسكيل عشان ده سكيل صغير قوي. هنا هيبقى في كوبيستا فوق القايم المعدن. حد هيقول لي طب الاي الجزء السفلي ده الهايت بتاعه كام، والقايم المعدن الهايت بتاعه كام؟ دي حاجه تصميميه بحته، يعني انت عايز تبقى الكوبيستا دي مدوره، عايزها مستطيله، عايز جزء المباني ده يبقى 69 سنتي، عايزه يبقى 30 سنتي، اللي انت عايز تعمله. بس خلي بالك في الاخر انا اللي يهمني في القصه كلها ايه؟ يهمني ان التوتال هايت بتاع الترابزين بتاعك ده 90 سنتي او متر تمام؟ ويهمني ان انت تبقى فاهم ان ده حاجه مقطوع فيها علشان لازم هنا يكون في ترابزين، سوري، لازم في المكان ده يكون في عندنا ترابزين عشان الناس ما تقعش في الحته دي. طبعا الحته دي مش هنا، يعني الارضيه بالدرابزين كده مكملين مع بعض عشان الناس ما تقعش في المكان ده. طب والقلبه الثانيه دي مش هحط لها درابزين؟ لا، هتحط للقلبه دي درابزين وللقلبه الثانيه درابزين، وزي ما بترسم الدرابزين ده في السكشن هنا كده هيبان معاك في الاليفيجن ده، يعني هيبان هنا كده اليفيجن للقلبه اللي مش مقطوع فيها، وهيبان معاك هنا كده اليفيجن برده في القلبه اللي انت قاطع فيها. تمام يا اخوانا؟ طيب ده رسم الستيرز كاوفرول، يعني صفة عامة يعني، أو يعني شوية ديتيل. بس إحنا الحقيقة في برضو حاجة تانية عايزين نقولها، ماشي، يعني الدنيا بتطول مننا شوية. إن رسم السلم بتاع كابلينز بقى كل دور مش بيبقى زي الدور اللي بعده، يعني إيه؟ يعني أدي سلم أهو بس طالع في الاتجاه التاني، مش زي السكتش الصغير اللي موجود في الكورنر اللي فوق ده. اللي حاصل هنا عندي جراوند فلور فيرست فلور تمام، وكمان بتطلع فوق للروف علشان تخرج من الروف ده، يعني تخرج من مستوى، يعني تخرج على مستوى الروف. يعني في كتير من الاحيان تقول لك لا انا عايز السلم بتاعي يكون بيوصلني للروف، اقدر استغل الروف الناس تخرج عليه في ليالي الصيف اللطيفه، الكلام ده يعني تقدر تستخدم الروف بصفه عامه يعني تمام. فاللي حاصل ايه؟ انت عندك ادي الجراوند فلور، ادي الفيرست، ادي الروف. ايه بقى اللي بيختلف في الرسم بتاع البلانز بتاعتهم؟ اللي بيختلف فكره ببساطه ان انت تكون عندك تاخد السكشن بتاع او يعني تاخد المستوى، ترسم البلان بتاعك ازاي. طيب قبل بس ما نتكلم في البلان عايزين نحط حاجه اسمها الترقيم بتاع درجات السلم. يعني ايه ترقيم درجات السلم؟ يعني بيفضل لما يبقى عندي سلم زي كده ان انا اجي اعمل التالي، احط دواير، احط جوه الدوائر دي ارقام للسلم، يعني دي الرايزر او دي الجوينج نمبر 1، دي جوينج نمبر 1. فانا بعمل دايره كده تمام ما بين الخطين الكونتينوس او اصغر شويه، بقول دي نمبر 1، وبعدين بعمل هنا كده دايره ثانيه اهي بقول دي نمبر 2، والاثنين كل الدوائر طبعا قد بعضهم يعني، بعدين بعمل دايره كمان وبقول دي نمبر 3 وهكذا تمام. دايره هنا بقول دي
هنبر 4. طب هل نعمل دايره هنا كمان؟ لا، لان اللاين ده بتقاس اللي مال كدابه. طيب لما بلف كده هنا، خلي بالك وانت كل ده على المستوى بتاع نمبر 4، طلعت رايزر كمان هنا، يبقى اذا بقى عندك هنا سلمه اسمها نمبر 5. تمام، طلعت هنا بقى عندك هنا سلمه اسمها نمبر 6. تمام، طلعت رايزر كمان بقى عندك هنا كده نمبر 7. طلعت رايزر كمان بقى عندك هنا نمبر 8. يعني في السلم بتاعك ده كله عباره عن 8 ستبس. تمام يا اخوانا، وعشان احنا رسمين خط الكدابه مرسومين كمان فعلا 1 2 3 4 بوينتس في الجهه دي والجهه دي. طب اعمل بعد اللاين ده برضو دايره كمان؟ لا، انا هنا ما عنديش داش لاين للسلمه الكدابه. الداش لاين ده معناه رايزر موجوده، السلمه الكدابه بان هي ما فيش رايزر فيها ما عندهاش داش لاين لا هنا ولا هنا. تمام يا اخوانا، فبقى عندي هنا كده ادي 8 بعد الخط بتاع السلمه الكدابه، ما بحطش رقم جديد لان انا ما اتنقلتش ليفل جديد، بقى كل الدنيا دي ذا سيم ليفل زي ما كل الدنيا هنا كده ذا سيم ليفل. تمام يا اخوانا، الفكره تقييم السلالم دي بيخليني افهم انا فعلا مستوفي عدد النوايب، في لخبطه حصلت وانت بتحط النوايب بتاعتك ولا لا. وكمان التقييم ده بيساعد الناس ان هي تفهم، اللي يشوف البلان بتاعك، ان انت السلم بتاعك ده متجه في انه اتجاه، بالاضافه طبعا للخط بتاع حركه السلم. خلوا بالكم بالنسبه للخط بتاع السلم ده بيبقى ايه اتجاه الصعود. تمام، ساعات في كتب تيجي تكتب لك جنب السهم اب، او تكتب هنا عند اول السهم اب عشان يفهمك ان السهم ده بيعبر عن اتجاه الصعود في السلم، وفي ناس ما بتكتبهاش، بس في ناس بتكتبها عشان ساعات السهم بيعملوه داون، بتبقى حاجه غريبه شويه بس يعني بتحصل. احنا بنتجنب قصه اب وداون، هو انا بحط السهم بتاع اتجاه صعود السلم في اتجاه الاب دايما، في اتجاه الصعود. في حاجه كنت عايزه اقولها. يعني علشان الدنيا ما تبقاش طويله، انا هقف عند النقطه دي واعمل ريكوردنج جديد، اطمن بس ان الريكوردنج ماشي كويس او ماشي مظبوط. الحاجه اللي كنت عايزه اقولها لكم، اوعوا تتلخبطوا ما بين خطين، خط اسمه خط الدوس. خط الدوس اللي هو ايه؟ اللي هو وانت طالع على السلم انت بتبقى قريب شويه، لو انت هتمسك الدرابزين الداخلي ده، لو انت طالع كده، لو انت مثلا وانت واقف عند السلمه هنا كده انت عامل كده، تمام اهو، وفي رجل موجوده على السلمه دي ورجل ثانيه بقى تحت كده موجوده عند السلمه اللي هنا، او لسه هتطلعها كده مثلا. تمام، وانت طالع ايدك ماسكه الدرابزين هنا كده، ايدك عامله كده وماسكه الدرابزين هنا. تمام، فاتفقنا ان رجلك دي بتكون على مسافه، المسافه دي او اللاين ده كده اللاين اللي انا بتكلم عليه ده اسمه الووكينج لاين او خط الدوس، ده كده اسمه خط الدوس ووكينج لاين. تمام، الخط ده مش بحطه في السلالم العادية، يعني ده سلم عادي ما فيهوش وايندرز ولا فيه كلمة دوس، دي كلمة الدوس انتوا بقى عارفين مش لازم اكملها يعني. تمام، طيب الخط ده مش لازم احطه في السلالم العادية، امتى بحطه؟ بحطه بس في الوايندرز او في لما يكون عندي سلالم دائرية، عشان هو ده اللي بقيس عليه العروض بتاعة الجوينز. خط الدوس لا يساوي، اوعى افتكر ان هو الخط اللي بيوريني اتجاه صعود السلم. تمام، اتجاه صعود السلم ده لازم يتحط في جميع انواع السلالم، والا ده مش هتبقى رسمه سلم، مش هفهم خالص ان هو سلم حتى لو حطيت لي عليه الداش لاينز بتاعت القوايم والترقيم وكل حاجه. لازم خط صعود السلم حتى لو هما سلمه واحده او سلمتين ثلاثه ايا كان عدد السلالم، لازم تحط لها اتجاه الصعود. خط الدوس مش بحطه في السلالم العاديه اللي ما فيهاش وايندرز ولا هيليكال او سيركيولر او سبايرال ستيرز، احطه بس في السلالم اللي بحتاج فيها اقيس عرض السلمه على مسافه او على بعد خط الدوس. تمام يا اخوانا، كمل. البلانز دي بتوريني ازاي ان البلانز بتختلف ما بين دور والتاني، يعني ما بين الدور الارضي التيبيكال او الادوار المتكرره وبين الروف، هنتكلم عليها.